نحن في أحد مراكز اللقاح في قلب العاصمة تونس. الطوابير التي خلفي هي مجموعات من المواطنين جاءت دون موعد مسبق بعد قرار من رئيس الجمهورية فتح اللقاح، طبعا دون المرور على منظومة إيفاكس ربما لتسهيل عملية اللقاح والتسريع فيها، نظرا لملاحظة السلطات بعض التراخي في إقبال المواطنين على اللقاح. طبعا هنا تتم عملية التسجيل والاستظهار بالهوية لتحديد عمر المتلقي اللقاح، وأيضا هل تلقى قبل ذلك يعني حقنة أم لا. وطبعا بعد الانتهاء من عملية التسجيل في هذه القاعة التي خلفي يقع أو تقع عملية اللقاح، ربما المواطنين الآن في تلك الصفوف على الكراسي ينتظرون الأطباء للقدوم وطبعا إجراء عملية اللقاح. طبعا هذه الإجراءات قد أصبحت سريعة وأكثر فعالية بعد 25 يوليو بعد تولي رئيس الجمهورية مباشرة تسيير السلطات الصحية بمعية السلطات الصحية العسكرية، حيث انخفضت نسبة الوفيات بشكل ملحوظ وأيضا انخفضت نسبة الإصابات بشكل ملحوظ أيضا. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس. شكرا لمتابعتكم. الآن اشتركوا في قناتنا على يوتيوب.